اللي مش لاقي وظيفة فين؟ مين؟ حضرتك خريج ايه؟ كلية حقوق. كلية حقوق. مش عارف اسألك السؤال اللي كان في دماغي. انت ما اشتغلتش. مش كده؟ ما اشتغلتش. كنت عايز اسألك يعني ما فكرتش تعمل مشروع خاص بيك؟ مش هتفتح محكمة طبعا يعني. أو تاخد تمويل قرض من البنك؟ صعوبات. أنت من قبل حاولت ولقيت صعوبات ولا بتسمع؟ حاولت كتير. حاولت. بياخدوا نسبة، يعني مثلا لو بيقول لي هديك 20,000 عليهم نسبة مثلا 10%. يعني إيه نسبة؟ هو يعني اللي هي فوائد. الفوائد هياخد فوائد عليك 10%؟ امال بيقولوا الدوله مقدمه قروض و لا هو بس شو اعلام. انت مسؤول عن كلامك. انا مسؤول. انا هقول لك في قصور فعلا، في قصور باللعب بالاحلام. يعني اللعب بالاحلام يفتح لك السكه ويفتح لك الامل، بس حقيقي في روتين، وروتين قاسي جدا جدا، بس احنا نحاول نكسره. يعني نحاول دلوقتي واحنا بنتناقش نكسره. بس انا مبسوط على فكره، انا واخد لقب صايع بشهاده. فدي صايع بشهاده شيء مؤلم، بس خلي بالك في واخدين شهادات لا يصلحوا للعمل. زي ما قال زميلك، قال لك في عندنا بيخرجوا من التعليم غير قادرين. طب بتقضي يومك ازاي بقى ما دام انت ما بتشتغلش؟ اعرف انت كشاب ممكن تعمل ايه في يومك ده مهم. عامل جروب بنفس الاسم صايع بشهاده، وبلم لايكات على فيسبوك. بلم لايكات.